السلام عليكم، محنناتي والصلاة والسلام على رسول الله. كرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهى للنواعم لزينوشات ديفا مزيغ، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. يا الغزالات ديالي، اليوم واحد الفيديو رائع، توب ديال توب يا أختي، واحد الحاجة فريمون زوينة وطلبتوها مني بزاف بزاف ديال المرات، فخليكم معايا. اليوم غنديكم معايا واحد البلاصة اللي كنشري منها المواد ديال التجميل، فيعني الأثمنة جد جد رائعة. طبعا بعض المتغ يقول لا، وحنا مثلا عايشين هنا وحنا هاي. شوفوا، انا غنوريكم منتجات بالاسم ديالهم، وهذاك الاسم يعني غتلقاوه في اي بلاصه، فين ما مشيتوا غادي تلقاوه في كل بقاع العالم. وغنوريكم بزاف تاع البنات اللي كيعكزوا انهم يديروا الوصفات ديال لي سيغن، فغنوريكم واحد المنتجات طحت عليهم يا البنات، الطف ديال الطف. الا ما عندكش مثلا الوقت ديري هذا الوصفات تاع لي سيغن، غنوريكم واحد المنتجات رخاصين يا البنات، وفريمون زوين، عرفتوا كيغطيو كيغطيو واحد الدرجه كتباني ناتوريل يا اختي، واخا تطلصيني يا حبيبتي، ولكن كتباني ناتوريل يا الزين ديالي. واش ناخر؟ المهم غنوريكم بزاف تاع الحاجات مهمين، فخليكم معايا. وكذلك غنوريكم بزاف ديال الحاجات شريتهم في فيديو مشتريات قادم. وبالنسبه للفيديو ديال زياده الوزن، فغادي يكون بعد هذا الفيديو ان شاء الله. واش بغيت نقول لكم يا الغزالات ديالي؟ اللي عجبها الفيديو تحط لينا لايك، وتبارطاجيه مع صحاباتها ومع الكل الكل، يعني في عندك فيسبوك، عندك يا الغزال ديال الواتساب، عندك كلشي، بارطاجيو الفيديوهات، لانكم فريمون ما كتشجعونيش لهذا. انا ما كنحطش فيديوهات، فلاش تكون كتشجعوني؟ فوالله يا البنات عرفتوا، ما كنخلي فين نمشي، ما نكذبش عليكم، يعني راكم عارفين الحمد لله والشكر لله، ما كنخلي حتى حاجه في خاطري، ما كنخلي فين كنمشي، يعني خصوصا انه دابا حيدوا لنا داك الحجر الصحي، يعني بنادم كيدور، ما كنخلي فين كنمشي، الحمد لله والشكر لله، الله اكبر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فكنبغي نصور لكم، كنقول ما كاينلاش، غير غادي نصور، ويعني ما غير غنعد براسي غير هكذاك. وديجا البنات يعني ما كيهتموش بالفيديوهات، فإلا كيهمكم الفيديوهات حطوا لي لايك وخليوا لي تعليق يا الغزالات ديالي. نخليكم مع ديك الدوره الفنه والتوب ديال التوب. السلام عليكم حناناتي، شوفوا معايا هادو خاصين بهذاك الواكس، تقدروا تشريوهم شفتوهم ويكونوا عندكم في الدار بلا ما تعذبي بلا حتى حاجه، والثمن ديالهم ديجا 17 يورو. وكاينين هادو ديالهم شفتوهم، في شحال من بيس، فيه 10 شفتوهم بأنو، شفتي بأنو. وخديت انا واحد الكونسيلر، من بعد نوريه لكم، خديت واحد الكونسيلر فريمون زوين. مهم هادي زوينه فريمون زوينه، تكون عندكم ماشي ضروري كي تبغيو باغ اكزومبل تحيدوا الشعر وهكذا تمشيو للصالون، سي ميو انكم تشريوها، والثمن ديالها رخيص وزوينه زوينه، زعما كتبقى كتعيش الصراحه كتعيش. وهادو حتى هما شفتوهم ضروري، الا خديتوها تاخذوا معاها هادو شفتوهم، هادو دابا الا خديتوهم كيديروا، المهم كيدوبوا هنايا داك الشمع، غادي ديروه بهادو وابخي غادي تحيدوا بهادي، ولا غير ما عرفتش كتسمعوني مزيان ولا لا، المهم ولا غير غادي تستعملوا واحده اخرى، هذيك اللي كتسخنوها في الميكرو اوند، قلبت عليها هنا ما لقيتهاش، مي فريمون عرفتو زوينه، عرفتو فنه 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 يا البنات. طبعا هذا لا سميتو تاع نورمال زوين بزاف، فيه شحال من حاجه زوينه والثمن ناقص ناقص. طبعا كندير لهم كندير لهم اشهار فابور، حيت فريمون كيعجبني نجي نتقدى عندهم. وشنو بغيت؟ بغيت نوريكم واحد الحاجه اخرى، خليكم معايا بقاو معايا. طبعا هادو ما كنصحكمش بيهم البنات، ما كنصحكمش بهذا الشيء هذا نهائيا نهائيا. كاين واحد الكريم اخر تاع فيت، نوريه لكم، الصراحه ما عرفتش فين هو، كان هنا ومشى، هذيك ديال كان هنا ومشى، ما عقلتش فين خليته. ها هو شفتوه معايا، هذا اللي في الغوز شفتوه،
هذا اللي في الغوز فريمون زوين، وشو الثمن هنا رخيص بزاف، الثمن ديالو رخيص، غتلقاو حتى في اكسيون، كاين في اكسيون. هذا انا ديجا جربته زوين، كاع البنات اللي عندهم البشره ديالهم حساسه شفتوه فن. ايوا مني جيت انا جيت لهنا وحصلت، كنت خديت واحد بحال هذا ما جانيش وجيت عاوتاني خديت واحد اخر ما جانيش، ودابا بدلت خديت هذا من لوريال شفتوه معايا، غادي نجربو ديال لي ساغن، عرفت واش واضح لكم ولا لا، المهم خديتو ديال لي ساغن بغيت نجربو. هذا كان زوين ما جاش مع اللون تاع البشره ديالي خديتو، المهم هو تاع اللون تاع البشره ديالي انا ابيض فما جاش معايا، خديت جوج اللي خديت ما جاونيش للاسف حليتهم، فوجد هاد المره خديت هذا ابيض بزاف ما عرفتش واش غيصدق ولا ما غاديش يصدق. واللي جربت شي حاجه من هاد المنتجات تكتب ليا لتحت، لان فريمون باغا نجرب شي حاجه، مي دائما كنشري بحال هادشي هذا ما كيصدقش ليا. وهادو هي البنات شوفوا الثمن ديالهم هنا، ماشي بحال سيفوغا، سيفوغا راه الثمن ديالهم غالي غالي بزاف، شفتوا هنايا الثمن كيفاش هابط هابط، وحتى هادو شفتوا 9.50 هنايا. طبعا انا دوك الجوج اللي خديت تقولبت كما كيقولوا خديتهم من سيفوغا، وكاين واحد اخر كتستعمل واحد صاحبتي كان صيفطات ليا الصوره ديالو، غنحاول انني نخليها لكم في الانستغرام. هادو المهم زوينين، هادو جربتهم يا البنات عرفتو فنين، عرفتي ديريه من الصباح حتى العشيه ما يتحيدش. عندي هاد لا كولور، عندي هادي نو ماشي هادي، باش نوريكم نوريكم هاديك انا اللي جربتها. عندي هادي هادي هادي، عندي ديجا شفتوها عندي في الانستغرام، وعندي هادي مي ما بقاتش فريمون زوينين فنين، هادو حتى هما شفتوهم معايا فنين. الالوان طبعا اللي عجبوني، ها حاجه ما جربتها ما غاديش نقول جربتها، مي الاخرين فريمون جربتهم فنين، يعني يمكن يبقى فيك حتى يومين، هذاك تخليه يبقى فيك يومين فريمون زوين، سيرتو البنات اللي المهم اللي كيعجبهم الغوجا ليفغ وكيبقاو توت لا جورني كيبقاو في الخدمه، عرفتو فنين. وبالنسبه للبنات اللي كيبغيو يديروا الماسكارا يكبروا عويناتهم، راه ضروري ضروري انكم تيليزيوها ديروا الماسكارا، ما تقوليش هي تبغي تكبري عينيك بلا ما ديري الماسكارا، ضروري ضروري. وطبعا عندكم هنايا بحر، هذه ديجا جربتها فريمون زوينه زوينه زوينه، هذه جربتها فنه فنه. وجربت هذه حتى هي، جربتها حتى هي زوينه زوينه بزاف بزاف وعجبتني. كاع هذوك اللي كتكون عندهم هذيك كيكونوا غلاض، كيكونوا غلاض هذوك كيكونوا زوينين، اما دوك اللي كيكونوا غلاض هذوك كتكون عندهم هذيك هذيك سميتها ديالهم باش كديروها كتكون غليظه فريمون كيكونوا زوينين. وخديت وحدين اخرين من اكسيون مي ما عجبونيش، كيسيحوا كيسيحوا بزاف بزاف، وهادو زوينين ساعتين الاولين من بعد ما كيبقاوش زوينين على الوجه. طبعا يا بنات راه ضروري ضروري من الوصفات الطبيعيه، وضروري البشره ديجا تكون نقيه، ماشي البشره ديالك ما تكونش نقيه وانت تبغي تجي ديري الميك اب، راه يعني الديكور ديالها منظر ما نقولش لكم. فاول حاجه بعدا البشره ديالكم خاصها تنقى، ضروري انها تنقى. شوفوا معايا هذا يا اختي شفتوه، هذا زوين كيتسالي الميكاب ديالك، بغيناك تضوي يا اختي بغيناك تضوي، ضروري اللي كدير الميكاب ضروري ديري هذا باش تضوي. الهايلايت كاين تما واحد اخر زوين بغيت نوريه لكم يا البنات، ها هو فينا هو فينا هو فينا هو ها هو شفتوه، هذا هاد اللون هذا زوين بزاف شفتوه معايا، هذا كيليق للبشره اللي كتكون بيضه كيجي زوين شفتوه معايا،
والثمن ديالو رخيص 2.80 €. طبعا هذا بالنسبه للبنات اللي كاينين في اكادير، عطاه الله في اين زكان يا اختي. ولكن طبعا الا عندك الوجيه ديالك عامر وكتبغي ديري داك المكياج المغشوش، يعني دايره مكياج وما دايراش، بلا ما ديري هذا، مي كتبغي تضوي تضوي ديري هذا، سورتو في لي سواري ولا تبغي تخرجي ولا، فريمون كيجي زوين. المهم البنات اللي هنايا في فرنسا كنصحكم تجيو نورمال فريمون، عرفتوا لي بري، لي بري واعرين. وهادو خديت منهم وحده شفتوها معايا، خديتها انا في الغوز، ها هي شفتوها، والثمن ديالها رخيصه، هو 2.90 €. وفريمون زوينه زوينه، خديت الغوز انا، تقدروا تحيدوا وتقدوا بها الحجبان ديالكم، مي انا ما كنصحكمش دوزوا على الوجه كله. انا غنوريكم لاش خديتها، سي سيو غادي نوريكم، غنوريكم فواحد لا فيديو لاش خديتها. ايوا صافي. وهادو بالنسبه للبنات اللي ما كيبغيوش ينتفوا الحجبان، مي كيبغيو الحجبان ديالهم يكونوا مرتبين، يكونوا منظمين، هادو زوينين. الا مشيت لاكسيون اليوم غادي نصور لكم، مي الا ما مشيتش معليش، بغيت نوريكم واحد لا كريم زوينه بالنسبه للبنات اللي ما فيهم اللي يدير وصفات طبيعيه. غنوريكم واحد لا كريم، ها هي هذه تاع لوريال، فريمون زوينه، فنه 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 فنه، هذه زوينه للبشره. بالنسبه للبنات اللي ما كيبغيوش يديروا الوصفات، قلبوا على تاع لوريال اللي خاصه بالتجاعيد. غنحاول نخليها لكم في الانستغرام، هي زوينه فنه والطوب ديال الطوب. لمتتبعاتي الغزالات المعكازات اللي ما كيبغيوش يديروا الوصفات، وكان هذا هو فيديو اليوم، كنتمنى انه ينال اعجابكم. الى عندكم الغزالات ديال اي تساؤل او اي اقتراح كتبوه تحت ان شاء الله بالتعليقات. ما تنساونيش بشي دعوه ديال الخير، وترحموا لي على الوالده، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.